موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب الكريم المبين كل نبأ عظيم الداعي إلى كل خلق فاضل وأمر كامل المصدق للكتب السابقة المخبر به الأنبياء الأقدمون. فالذين آتيناهم الكتاب، أي فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوى، يؤمنون به لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وبما عندهم من البشارات وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. ومن هؤلاء، أي من هؤلاء الموجودين، من يؤمن به، أي إيمانا عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له. وهذا حصر لمن كفر به، أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به، يهديه الله عز وجل لصدقه. يقول: لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده خطا بل ولا يقرأ خطا مكتوبا. فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. ولهذا قال: وما كنت تتلو، أي تقرأ، من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن أي لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون، فقالوا تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها. فأما وقد نزل على قلبك كتابا جليلا تحديت به الفصحاء والبلغاء والأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله، فعجزوا غاية العجز، بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة لعلمهم ببلاغته وفصاحته، وأنه كلام أحد أو أن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن يكون مجاريا له أو على منواله. ولهذا قال: بل هو آيات بينات، بل هذا القرآن آيات بينات لا خفيات في صدور الذين أوتوا العلم، وهم سادة الخلق وعقلاؤهم وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء كانوا حجة على غيرهم، وإنكار غيرهم لا يضرهم ولا يكون ذلك إلا ظلما. ولهذا قال: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لأنه لا يجحدها إلا جاهل تكلم بغير علم ولم يقتدي بأهل العلم وهو متمكن من معرفته على حقيقته، وإما متجاهل عرف أنه حق فعانده وعرف صدقه فخالفه. في قوله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الإنزال لا يكون إلا من أعلى، فهذا من دلائل علو الله عز وجل على خلقه وشرف هذا الكتاب المنزل. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. أهل الكتاب عندهم في كتبهم دلائل بينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعثته، لكنهم يكابرون ويرفضون الحق، ولكن قلة منهم آمنوا بالفعل وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من يؤمن به،
وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، لأنها آيات بينات واضحة ظاهرة لمن أراد الحق والوصول إليه. وقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب شيئا، وما ورد أنه كتب كتابا يوم الحديبية فهو أمر بذلك ولم يكتب بيده صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هذا من الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي بعثته والإتيان بهذا الكتاب، حتى لا يعارض من الأعداء بأنه قد استنسخه أو نقله من الكتب السابقة أو هو الذي كتبه أو غير ذلك. وفي قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بيان حفظ هذا الكتاب، فهو محفوظ في صدور العلماء وقد يسر الله عز وجل حفظه كما لم ييسر شيئا من الكتب السابقة، فتجد أهل الإسلام صغارا وكبارا يحفظون هذا الكتاب عن ظهر قلب ما لا يقارن بحفظ غيره من الكتب. انظر للنصارى أو اليهود، من منهم يحفظ كتابهم كاملا وكم عددهم مقارنة بالمسلمين بل وبأطفال المسلمين، وهذا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب المبارك. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الكتاب محفوظ في قوله، في قول الله عز وجل له وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان كما عند مسلم، وفي قوله لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، يحفظه الله سبحانه وتعالى إلى أن يحين رفعه إلى السماء مرة أخرى من الصدور والسطور، وذلك قبل يوم القيامة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.